بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جماهير النادي الأهلي العظيم، الشعب المصري العظيم، بالتأكيد الحدث خلال الفترة الحالية عندنا حدثين مهمين: استمرار النادي الأهلي في فترة الإعداد والاستعداد للموسم الجديد، والاستعداد من خلال معسكر سينطلق بإذن الله بعد غد في أسبانيا خلال الفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، في نفس الفترة منتخبنا الوطني بيخوض مرحلة مهمة جدا في مشوار كأس الأمم الإفريقية كان مصر 2019، وغدا بإذن الله انطلاقة مباريات دور الـ16. وبالتالي للحديث عن كل هذه المواضيع الهامة اللي بالتأكيد بتشغل الرأي العام القروي في مصر وخارج مصر خلال الفترة الحالية، بيشرفني النهاردة نجم مش عادي، نجم كبير جدا. أولا أنا بتشرف إن أنا النهاردة موجود معاه وبحاوره، لأنه أحد النجوم السابقين في النادي الأهلي جيل الثمانينات وجيل التسعينات، سطر تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي، وفي نفس الوقت كمان اكتشف نجوم لفترات طويلة زلوا حتى هذه اللحظة نجوم الصف الأول، سواء وهم بيلعبوا في النادي الأهلي أو حتى لما انتقلوا في أندية أوروبية أو حتى داخل الدوري الممتاز. نجم متألق مش في مصر بس، لا كمان في الإمارات العربية المتحدة، في دور الخليج العربي. وجوده مع نادي الجزيرة الإماراتي على رأس القيادة الفنية لإدارة قطاع الناشئين والبراعم، واكتشاف كمان المواهب في نادي الجزيرة الإماراتي، حدث بالتأكيد مهم جدا، لأنه أحد أبناء النادي الأهلي لما يتبوأ منصب زي ده في الإمارات وفي نادي الجزيرة في أبو ظبي، حاجة بالتأكيد نفتخر بيها. ضيفي وضيفكم الكابتن بدر رجب. كابتن بدر، منورنا ومشرفنا. انا متشكر قوي من ده، نورك يا حبيبي، وانا سعيد جدا بوجودي معاك والنادي الاهلي وجماهير مصر بصفه عامه، وكتير قوي اللي انت قلت عليا ده. خالص يا كابتن بدر، بالعكس، كل ده بصراحه. لا اطلاقا بصراحه، انت من الناس اللي بنعتز بيها جدا، وواجهه مشرفه لينا في الامارات كمان. الله يخليك يا حبيبي، تسلم، ده من ذوقك بس، ربنا يخليك يا محمد. اخبار الكوره ايه ومتابعه الكوره ووجودك في الامارات؟ بالتاكيد
يا مستوى اعلى يا مستوى اقل، لكن الاغلبيه مستوى اقل. تمام. ليه؟ لان الدافع غير موجود. الدافع غير موجود. قصه ان انا العب عشان احترف ده غير موجود، كلنا محترفين في بعض، فالدافع ده مقلل قوي المستويات الفنيه العاليه جدا للعيبه. انا كده كده محترف، بعكس الاول في افريقيا كان اللعيب البطوله دي بالنسبه له طوق النجاه ان هو يتشاف من السماسره، من الوكلاء، من الانديه الاوروبيه، وبالتالي يحترف. فالدفع كان قوي جدا، دلوقتي الدفع قليل جدا عند اللعيبه. انا محترف وانت محترف، وانا خايف على نفسي وانت خايف على نفسك، بالتالي المستويات لغايه دلوقتي ما فيش مستوى تقدر تقول لعيب احسن لاعب في البطوله، ما فيش. تمام. قريبين جدا من بعض، وده بالتالي مأثر على المستوى الفني للبطوله. طب ده راجع بسبب ان وجود 24 منتخب، فكل نجم او كل منتخب بيخزن القوه او التجهيز للبطوله بدءا من دور 16 او دور 8؟ لا ما اعتقدش. يعني بيقولوا عندنا القوي قوي من يومه، انت لو بديت بقوه هتفضل طول عمرك قوي، لانك هتخوف الفرق اللي بعد كده. هتعمل يعني لما تيجي تلعب الجزائر هتبقى قلقان ولا مش قلقان؟ قلقان. لما تيجي تلعب المغرب قلقان، لما تيجي تلعب مالي قلقان، لما تيجي تلعب مدغشقر قلقان، لما تيجي تلعب السنغال قلقان، لما تيجي تلعب بنين قلقان. يعني في فرق بقول لك دخلت مش على الساحه لكن في ادائها في الملعب وصلها انها تبقى في دور ال 16، وفرقه ممكن تعمل خطورة على اي حد. يعني بنين عندها لعيبه كويسه جدا، اداء متميز جدا في اثناء الدور الاول في البطوله، لانها موجوده بالظبط. ففي حاجات مفاجات حصلت، ما بقتش ايه الفرق خلاص مصنفه، وكانت على مسافه واحده من غانا والكاميرون. مظبوط. يعني التعادل الايجابي 2-2 مع غانا، غانا بتتقدم، بنين بتتعادل، موجوده. مزبوط. في الماتش مع الكاميرون درو 0-0، لكن بنين كانت ليها فرص وعندها شراسه، وعندها شراسه هجوميه، عندها شراسه هجوميه غير عاديه. ما هو ده مخوفنا. ما بقى من عشان كده بقول لك ما بقاش اول يلعب ثالث فانت ضامن اول يكسب، لا 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 مش موجود. بالظبط. ممكن تقع مع فرقه من دول هي اللي تكسب. والغريب ان منتخب بنين يا كابتن بدر، اللعيبه المحترفين او اللي بينشطوا في الدوري الاوروبي تركيا فرنسا محترفين في تونس، المدرب فرنسي. ومش من الكلاس اي او الكلاس بي. مظبوط يا محمد. ما هم ما هو ده اللي انا بحكي لك عليه، الدافع هنا قوي ازاي؟ عايز يروح نادي كبير، لكن احنا عندنا اللعيبه في انديه كبيره فالدافع اقل بكل المعايير وكل المقاييس. بعكس بنين بيلعب في نادي اقل. تريزي اخباره ايه؟ عنده تحدي لانه عايز ينتقل لنادي اعلى. نفس الفكره رجعنا لنفس الفكره اللي بنتكلم فيها انا وانت. اذا تريزي عايز يقول انا اهو انا موجود وانا قوي وانا لعيب جامد، وهو اللي لفت الانظار. وهو في الدوري التركي نمره واحد في الدوري التركي. لا هو عايز يوصل لخطوه اعلى، لخطوه اعلى، يروح ميلان في ايطاليا، يروح في فرنسا، يروح في اسبانيا. يقدر يلعب تريزي، يلعب تريزي يقدر يلعب في اي دوري في العالم. ابنك يمتلك. طبعا يعني ابني. من احد المكتشفين لعدد ابني. كبير من اللعيبه كان من ضمنهم تريزيجيه. ابني كلهم ولادي الحمد لله في مصر هنا، وانا فخور جدا بتريزي. مش تريزي بس، كل اللي مرنتهم فخور بيهم، لكن على الساحه دلوقتي موجود تريزي وده وايمن اشرف ورمضان وكذا وشكري وهشام، ومش عايز انسى ولادي. يعني عندنا لعيبه في مصر، عندنا خامات كويسه، مش ناقصك غير ان انت تكتشف وتتعب، وعندنا مدربين كويسين يا محمد. بالظبط. اللي انا عايز اوصله لك، اللي نفسي اتكلم فيه معاك النهارده بعيد عن اي حاجه، ان احنا عندنا مدربين كويسين كفانا اسماء، كفانا ورقه، كفانا كمبيوتر. مش انا مش ضد العلم، بالعكس انا لغايه دلوقتي بتعلم ولغايه دلوقتي بذاكر ولغايه دلوقتي بدرس، رغم ان انا بقالي في التدريب 26 سنه. 26 سنه ربنا يديك الصحه. مرنت 3 سنين درجه اولى فرقه كبيره، وبعد كده اشتغلت 10 سنين في النادي الاهلي، والباقي اشتغلته في الامارات. فانا امتلك خبرات كبيره جدا من في البراعم والناشئين وحتى الفريق الاول، لكن انا متخصص في قصه الناشئين والبراعم. وده اصعب. انا خدت الطريق الصعب، لان ده مش كل الناس هتجري عليه، كل الناس عايزه تجري فوق. فانت ممكن تنجح وانت تحت وتبقى اقوى من اللي فوق. بالظبط. مش كده ولا ايه؟ لكن تتميز بقى. فاحنا عندنا مدربين، عندنا مدربين، بس الناس تبعد شويه عن المناصب، تبعد شويه عن الاختيارات اللي هي يبقى هادفه، يبقى انا جايب واحد يشتغل يناسب المرحله السنيه. بالظبط. وده اللي وقع عندنا محمد الكوره عندنا في مصر. الفتره الاخيره المستوى الفني في الكوره مش زي الاول. مش زي الاول، ليه؟ انت عندك مدربين مثلا في البراعم والناشئين، عندك مثلا محمد السيد، عندك جمال السيد، عندك سعيد المصري، عندك مثلا علاء فتحي، عندك طارق شيبه، عندك في مدربين انا اعرفهم بالاسم. انا اعرفهم بالاسم. مدربين يقدروا يبنوا اجيال لمصر، مش لانديتهم بس الناس تدور عليهم، الناس تروح لهم. الناس دي اللي بكلمك عليهم هم دول اللي بينحتوا في الصخر،
انت عارف يا محمد يعني ايه تجيب لعيب عنده 6 سنين ولا 7 سنين تنتقيه وتختاره؟ ايه المعيار؟ واحد بيجري الكوره اللي شفته في لاعب عنده 6 سنين عشان تختاره؟ ما هو انا بحكي لك اهو. لازم تمتلك من العلم ومن الخبرات الاكتر بقى في السن ده، لان العلم على الكبير، على اللي ظهر قدامك، على اللي بقى قوي، فتقدر تقول عنده قوه، عنده سرعه، عنده مهاره، عنده فكر، عنده تكتيك باين قدامك في الملعب. لكن لما تيجي تنتقي ولد صغير، ايه المعايير اللي هتنتقي عليها؟ اذا ما عندكش خبرات تواكب الخبرات العلميه اللي عندك، تواكب الخبرات العمليه، هتفشل جدا في اختيارك. وده كان الفرق بيننا وبين اي حد. تمام، انك بتشم اللاعب الصغير. طيب، بخبراتك بقى. الجزئيه دي هختم بيها حوارنا، لان الجزئيه دي عايزه تفصيله لوحدها. ندوس فيها بشكل اقوى. لكن حضرتك ذكرت لي جزئيه مهمه جدا، المدرب الوطني. ال 16 منتخب اللي تاهلوا لدور 16، 8 منهم بيدربهم مدربين وطنيين. مظبوط. وانا لا اخفى عليك سرا ولكل المشاهدين بيتابعوا البطوله الافريقيه، في منتخبات افريقيه كبيره ابتدت تغير المدرسه او الفلسفه في اختيار المدير الفني. يعني كوديفوار لما بتعتمد على مدرب وطني اسمه ابراهيم كامارا، اشتغل ناشئين وشباب ومحليين ومنتخب اول. منتخب السنغالي اخر 3 سنين مع اليو سيسي، وهو نجم منتخب السنغال في الجيل الذهبي اللي كان بيلعب مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم. مظبوط. ابني على ده كمان منتخب غانا اللي ياما اعتمد على مدربين المان ومدربين فرنساويين. كواسي ابيا ابن البلد هو اللي بيدير الفرقه. القصه اختلفت. فوجهه نظرك في فكره ان 8 مدربين وطنيين قدام 8 مدربين اجانب في دور ال 16. والمدربين الوطنيين احسن. والوطنيين عملوا نتائج في البطوله السنه دي افضل. احسن مش كده ولا ايه؟ ليه بقى؟ كمان لا مش هنسى كمان ده ابرز مدرب في الدور الاول بعد اختيار الاتحاد الافريقي جمال بالماضي. جزائري. بالظبط. مواطن ولا مش مواطن؟ مواطن جزائري. الفرق بيننا وبين الاجانب ان احنا كنا بنديهم اكتر من حقه. يعني انت تجيب اجنبي تعمل له كل حاجه، تجيب مواطن تعرقل له كل حاجه. فهنا سبل النجاح متوفره، وهنا سبل النجاح معقده. لازم يبقى عندك تبقى صبور، تبقى راجل عندك خبرات، تبقى راجل عايز عندك طموح، عايز تنجح، ما بتقعش من اول حاجه بتيجي قدامك، ما بتقعش، واقف على حيلك، تملي على طول، عندك جديد على طول، عندك حاجات حديثه بتطلع وبتقرا وبتذاكر وبتجيب. بالظبط. فبالتالي المدرب الوطني بالذات في المنتخبات احسن واقيم بكل حاجه. هقول لك ليه. المدرب الاجنبي اي معلومه بيقولها عن طريق مترجم. واحنا حضرنا في مصر هنا مترجمين بقوا مدربين، ما بيوصلكش المعلومه زي ما الراجل بيقول، بيوصلها بالشكل الفني اللي عايز يقوله، بيوصلها، بيحب محمد فيوصلها له كويسه قوي، ما بيحبش بدري يوصلها معقده وملفوفه وتلف كده جاي لك سلو باص، عارف انت المكهرب ده توقفها تطول منك. مظبوط. بالظبط كده. وده حصل في المنتخب التونسي على فكره. حصل على انجريس المساعد بتاعه. برافو عليك. احنا عندنا المعلومه المدرب الوطني وصلها لك بقلب، حتى في النشيد الوطني لو انت لاحظت الاجانب ازاي بيضحكوا علينا. انت الراجل اللي قبل اجيري كان كوبر، كان بيقول نشيد الوطني معانا. كان عارف الفلسفه، مدى اهميه انك تزرع الحماس من اول النشيد الوطني بتاعك عشان توصل لعيبتك ان انا معاك، ان انا معاك. كان من باب اولى المدرب المصري، وعندنا نجاحات من المدربين المصريين. هو مين نجح بالمدرب المصري؟ مش كابتن جوهر نجح، مش الكابتن حسن حتى نجح. بالظبط. مين نجح عندنا؟ ولا مدرب اجنبي نجح غير مايكل سميث. بس مفيش حد تاني نجح. تاهل كوبر لكاس العالم يعتبر نجاح بغض النظر عن الاداء؟ انا بتكلم في التاريخ، هيقول ان مصر راحت كاس العالم 3 مرات، 34 طبعا الجيل الحالي مش هيفتكرها قوي، لكن بتكلم في 90 و2018. مين اللي وصلها في 90؟ 90 الكابتن الجوهري. طب ما عملها قبل الكابتن جوهري، ايه المشكله؟ الله يرحمه، يعني المرحوم العظيم القدير الكابتن جوهري. انت سهل توصل كاس عالم، بس تعبنا بقى تمثيل مشرف. عايز اداء. تعبنا تمثيل مشرف يا محمد. انت عندك 20 محترف و22 محترف، وكل مره تقول تمثيل مشرف، كل مره تطلع من الدور الاول، وكل مره فرق عربيه تكسبك. لا، احنا عندنا من القدرات ان احنا نتاهل. سهل جدا، القصه سهله جدا يا محمد، ان انت تنقي لعيبه، تنتقي لعيبه تناسب اسلوب ادائك وخطه اللعب بتاعتك، فلسفه اللعب اللي انت عايز تلعب بيها. تناسب الاسلوب بتاعك. تمام. هتبتدي من تحت، هتعمل بيرنج اب، هتبتدي تلعب بنص الملعب، هتعمل اختراقات، هتستغل الاجناب في الناحيه الهجوميه، في الناحيه الدفاعيه هتلعب زون، هتلعب ثلاثين ملعب، هتضيق المساحات وتقرب الخطوط. محتاج تنقي لعيبه متفصله على طريقه لعبك واسلوب لعبك، انما مش اي واحد ينفع يلعب منتخب مصر على فكره. يعني
في لعيبه كتير جدا محليين كانوا موجودين بيلعبوا دلوقتي احنا زعلانين قوي عليهم، رغم انهم في الدوري المصري عمالقه في المنتخب مش موجودين. فمش اي حد يلعب يمثل منتخب مصر، خبرات ومشاركه دوليه مسافه عدد مباريات كبيره. خلينا مع اللي حضرتك قلته بتاع الاجانب والمواطنين، انا مع الاجانب، انا مع المواطنين، انا مع المواطن 100% مع المنتخب. طب في دور ال 16 مين هيكون ليه الغلبه؟ 8 8 لما توصل دور الثمانية تتوقع المنظر او المشهد هيبقى ايه؟ هي هتبقى تعادل ما بين مواطن وما بين اجنبي على فكره، يعني هتبقى تمشي كده، يعني تمشي 4 4 واثنين واثنين واحد واحد. اصل المنتخبات العربيه لما أجنب أجانب. لما المنتخبات العربيه بتاخد الخطوه دي مفهومه في الخواجه، عوده الخواجه بتبقى مفهومه، لكن انا بالنسبه لي في البطوله دي في درس لازم استفيد بيه طبعًا. لما الاقي السنغال وكوتيفوار وغانا ثلاثه منتخبات افريقيه من عمالقه الكره في افريقيا بتعتمد على المدرب الوطني، لا اكيد الفلسفه في الاتحادات دي اختلفت عن زمان. الاستراتيجيه اتغيرت، فلسفه الاتحادات اتغيرت. انت المدرب المواطن اولا تكلفته اقل، مظبوط وتوصيل المعلومه احسن، بس هل بقى عندهم خبرات ومعرفه؟ اكيد في خبرات، بقى له كام سنه شغال بتاع السنغال. اليو سيسي كان مساعد لاكتر من مدرب اجنبي كمان. سيسي بقى له قد ايه بيتحضر؟ بقى له قد ايه؟ ما هو انت كمان لما بتجيب اجنبي يا محمد ما بتستفدش منه. انا لما اجيب اجنبي يقعد عندي 3 4 سنين عشان يلعب بطوله او يوصلني كاس عالم، لازم اشغل معاه 3 4 مدربين باهلهم، يبقى دول نواه للمنتخبات اللي تحت واللي فوق. بالظبط، لازم. ما هو انت لازم تتعلم من اخطاء، لازم نتعلم من اخطائنا. انا ما بجيبش مدرب اجنبي اديله ربنا يزيده ورب يبارك له في اللي بياخده وما استفدش منه كمصري، لازم اشغل معاه 2 3 4. ايه المشكله ان اتعلم منه طالما انت جايب قيمه وقامه ومدرب ليه اسم؟ ايه المشكله ان انا كمصري اتعلم منه؟ على الاقل اتعلم منه التنظيم، على الاقل اتعلم منه الفلسفه، اتعلم منه الاستراتيجيه، اتعلم منه خطه، صح، اتعلم منه طريقه الاداء، المعامله مع اللاعبين، اكتشاف اللاعبين ازاي بتختار اللعيبه دي عشان تلعب. على الاقل هتاخد منه حاجات، بالتالي ما هو انت التجارب دي هتاخد منها خبرات، والخبرات دي هتقعد على مين؟ على المنتخبات المصريه، المنتخبات الوطنيه. ممكن تنزل تمسك المنتخب الاولمبي، منتخب الناشئين، منتخب البراعم. ما ده اللي حصل مع منتخب كوت ديفوار، ابراهيم كامارا مسك الناشئين، ايوه، بعد كده كمل شباب، مظبوط، بعد كده مسك المنتخب الايفواري في بطوله الكاس الامم الافريقيه للمحليين، تمام، فجاه منتخب الاول. منتخب الاول تدرج، ده اللي بحكي لك عليه، وليه شخصيه كمان، تدرج وبعدين بيأدي، مش قلقان من حاجه، وما عندوش مشكله مع النجوم، ممكن النجم يقعد على الدكه. ما هو نجم، ما هو انت كمان اما بتقول حسن، كابتن حسن الشحات العظيم ده، اما يجي يوجه واحد، ده كابتن حسن مش واحد اي كلام، مش هيجي يوجه واحد يرد عليه زي ما شفناه قبل كده. انا مش مقتنع بطريقه اللعب، انا مش مقتنع بالاداء اللي انت بتاديه، انا ازاي اقعد احتياطي؟ مفيش الكلام ده، لان المنتخبات بتتجمع في فتره يا محمد قليله، فيبقى عندك الالفه دي موجوده، مهمه الانسجام، ده مهمه جدا. تبقى الالفه دي موجوده بالزبط. الالفه دي هتخلق لك الانسجام والروح القتاليه بين اللعيبه، تخاف على زميلك، تخاف على بلدك، تخاف على منتخبك، تخاف على جماهيرك، تبقى زعلانه. انما قصه ان انت اخطف وجري دي، لا، مش هتفضل تستمر، مش هتستمر. تمام. الكره المصريه او الجماهير المصريه ما بيعجبهاش حاجه، احنا ما بيعجبناش حاجه، احنا عايزين نتيجه وعايزين اداء. اذا جبنا نتيجه بدون اداء نزعل، اذا جبنا اداء بدون نتيجه نزعل. فازاي تعمل التوليفه دي بالاتنين. عشان تعمل ميكس بالاثنين، تعمل اداء كويس ونتيجه كويسه. تمام، ان شاء الله في دور ال 16 نقدر نعمل كده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب، واحنا بنتكلم على التجارب الكبيره للمنتخبات الافريقيه الكبيره، حضرتك ذكرت منتخب بنين، وعايز اتكلم على منتخب مدغشقر. منتخب مدغشقر المدير الفني اللي معاه مدير فني فرنسي، ما اشتغلش في اي دوري ممتاز او محترفين او درجه ثانيه حتى في فرنسا، بادئ من تحت وماسك المدير الفني لمنتخب مدغشقر اخر حوالي سنتين ثلاثه، مظبوط، واللعيبه اللي معاه كلها بتلعب في الدرجه الثانيه والثالثه في الدوري الفرنسي، مظبوط. نسبه النجاح عنده ازاي واصله للمرحله دي وانه يكسب نيجيريا 2-0؟ هو اولا عنده طموح، هو كمدرب ده رقم واحد، بما انه مدرب صغير وعايز يعمل اسم فعنده طموح، فبيعمل سبل النجاح ان هو يقف على رجليه ويقف على حيله، من حيث اعداد الفريق، من حيث اختياراته للعيبه، من حيث الدوافع لدى اللاعبين اللي عنده. اما اجيب لعيب درجه ثانيه وبعرضه قدام العالم كله عشان يلعب في دوري اوروبي قوي اقوى من الدرجه الثانيه اللي بيلعب فيها، فالطموح هنا مشترك بين اللعيبه وبين المدرب. اذا احنا الاثنين في مركب واحد في خط متوازي مع بعض ماشيين، انا عايز انجح كمدرب واعمل اسم، وانت كلاعب عايز تتنقل من مرحله ثانيه لمرحله اولى. فبالتالي فريق مدغشقر هو ده ال 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 اتفقوا على فكره واحده، اتفقوا على طموح واحد، على طموح واحد، انا وانت عايزين ننجح، بالتالي بيلعبوا. زائد ان هم ما عندهمش ضغوط يا محمد، انت مش هتقول مدغشقر هتاخد بطوله افريقيا،
هل كنت متوقع؟ لا طبعا يعني، لكن بالاداء ده ممكن تتعبك، ممكن تتعب اي فرقه على الخريطه، ممكن تتعب اي فرقه بتلعبها. بقت موجوده، بقت في دور ال 16، ممكن وارد تبقى في دور ال 8، وارد بنسبه كبيره. اللي يكسب نيجيريا 2-0 ده هتلاعب الكونغو، يعني كمان المباراه اسهل بالنسبه لها، اسهل من نيجيريا بالظبط. لكن لما تلعب نيجيريا وتبقى انت الليدر في المباراه، وانت اللي مسيطر على المباراه، وانت اللي متحكم في ريتم المباراه، لا في حاجه مش 90 دقيقه كابتن، لا في حاجه لازم نقف لها. لازم نحترم المدرب ده جدا، ولازم نحترم اللعيبه دي. دي الدوافع اللي بقول لك عليها يا محمد، ان انا هنا الدافع هنا عالي جدا عند مدغشقر. انا عايز اتنقل لدوري اقوى زي تريزيجيه، عايز اتنقل بعكس لعيبه تانية مع تريزي. خلاص انا وصل للمرحله اللي انا مش يعني انا كده يعني نقدر نقول عنوان البطوله دي بطوله كان مصر 2019 بطوله الطموح وليس بطوله النجوم. لا، بطوله الطموح. برافو عليك، ده العنوان بتاعها، ده اسم جميل اللي انت اخترته، بطوله الطموح وليس بطوله النجوم. النجوم لغايه دلوقتي محدش فيهم واقف، يعني نقول مثلا ستار ده هياخد احسن لاعب. لو انت جبت الدور الاولاني مش هتطلع احسن لاعب، كل ماتش بتلاقي واحد. يعني مثلا عندنا الشناوي مره، تريزي مره، صلاح مره، السنغال، مالي مش في مستواه، الجزائر هتلاقي في كل فرقه واحد مره، حارس مرمى مش عارف، باك مره، لكن مش كل مره مثلا تريزي، مش كل مره صلاح، وفي المغرب مش كل مره حكيم زياش، مش كل مره حكيم زياش، مش كده ولا ايه؟ وفي الجزائر مش رياض محرز، بالعكس طلع اسماعيل بن ناصر وسط الملعب. اسماعيل بن ناصر احسن لعيب فيهم، احسن لعيب فيهم، هو حلقه الوصل، وهو العالم المفكر، وهو كل حاجه في الكوره حقيقي. لكن اما تيجي تقول مثلا مع رياض محرز، الطبيعي رياض طبعا، مش كده ولا ايه؟ طبعا. لكن دي بطوله بقى طموح، مش ولاده نجوم، لا لا لا. في نجوم ثانيه طالعه غير اللي موجودين اللي احنا بنسمع عنهم في اوروبا. هتلاقي نجوم بتشاركك دلوقتي قد تكون بتلعب معاك فرقتك الموسم القادم، مظبوط، بسبب المستوى الفني والمهاري اللي بيقدوه، مظبوط. فده دي فرقه، او ده دي بطوله بالنسبه لي انا بالنسبه لي، ده بقول لك طموح زي ما كنا بنتكلم مع غشكر كده، دي بطوله الطموح وليس بطوله النجوم. طيب المستوى المنتخبات العربيه في البطوله بخلاف المنتخبات الافريقيه، لكن مصر، الجزائر، تونس، المغرب، هل المستوى الفرق العربيه في هذه البطوله تصل الى طموحات الوصول للادوار النهائيه؟ خلينا الكعب عالي عن المنتخبات الافريقيه. خلينا نتكلم ان الجزائر والمغرب احسن فرقتين قدوا، ظهروا حتى الان، ظهروا انا كفرق عربيه تمام، وبعدين تيجي مصر وتونس. لكن عشان تقول يوصلوا نهائي فرق، يعني فرق ممكن المغرب توصل، ممكن الجزائر توصل، ممكن مصر توصل، ممكن تونس توصل، ممكن ده وارد، لكن تاكيد لا، بالمستوى لا. الوحيد اللي بالمستوى يقدر يوصل الجزائر. اشمعنى؟ لان الجزائر تمتلك كل حاجه في الكوره، تمتلك دكه على اعلى مستوى. هم قالوا الجمال بالماضي شكل لنا منتخب لتصفيات كاس العالم 2022 في الدوحه، مظبوط، عمل لهم منتخبين، مظبوط. انت لو لاحظت الفرقه اخر ماتش لعبوه، الخمسه سته اللي لعبوا الصغيرين اللي لعبوا احسن من اللي بيلعبوا. اذا انت بتعد، احنا مش عايزين نتكلم عن منتخب مصر كان المفروض ياخد مين عشان يبقى اعداد ليه بعد البطوله، هنبقى نتكلم فيها. لكن بص جمال بن ماضي عمل ايه، جاب ولاد صغيرين بيعدهم ويحتكوا ببطوله افريقيه، يبقوا موجودين يشوفوا الجو عامل ازاي ويعيشوا الاجواء، عشان لما يجي يلعب بيهم بعد كده ما يبقاش عنده مشكله، سواء هو موجود او غير موجود. يبقى عمل لمنتخب بلده، عمل لمنتخب بلده منتخب تاني، وفي 10 شهور يا كابتن بدر منتخب تاني. ما هو مدرب شاطر اصلي، ما هو عنده خبرات كبيره، وقت جمال قياسي يعني 10 شهور قدر يحضر ده، عنده خبرات كبيره يا جمال بن ماضي، واشتغل في قطر وعنده خبرات كبيره. الجزائر اما جيبوا منتخب الجزائر فهو مش واحد جديد، ده راجل عنده خبرات وخد دوري قبل كده، الجزائر فعارف ولعب في الجزائر ولعب في المنتخب ولعب لعيب كان لعيب تقيل. يعني جمال بن ماضي كان لعيب كويس ليه اسمه في الجزائر، بالتالي عمل لهم منتخب قوي. انا بقول ان الجزائر خلال الدور الاولاني هي احسن فرقه عربيه ادت في الادوار التمهيديه اللي هي قبل دور 16. معيار ليها في الادوار النهائيه ولا ممكن تبقى فيها مفاجاه؟ يعني هنا بتعتمد على تجهيز المدرب للناحيه الذهنيه والنفسيه للعيبه، ما يحسوش ان هم وصلوا للتوب، ولا يقدر يحضرهم ازاي الادوار النهائيه عشان ما يكونش فيه مفاجاه؟ ما ممكن يبقى محقق العلامه الكامله ويجي قدام منتخب غينيا او اوغندا تلاقي نفسه خلاص يطلع. لا اعتقد ان جمال عندهم الخبرات ان هو يجهزهم من الناحيه النفسيه للمباراه القادمه، فبالتالي هو عارف بيعمل ايه وعارف يعدي الدور ده ازاي، بدليل ان هو ما خافش في المباراه الاقليميه ولعب 4-5، يعتمد على اي حد فيهم بعد كده. ده غير يا كابتن بدري 9 لعيبه، يعني 4-5 كانوا بديين، وغير في وسط المباراه. فده نجاح للمدرب ان انا بحضر ده اللي جاي، لكن لما يبقى ما عندكش دكه، ما عندكش لعيب يقدر يقلب لك نتيجه المباراه، لما تبقى خايف تغير
مشكله كبيره جدا. عارف المفاجاه اللي هي في ماتش الجزائر يا كابتن بدر، وانا بتفرج على تشكيله اللعيبه البديله اللي نزلت للعيبه الاساسيه، قلت هشوف الامكانيات وصلت لفين. انا كانت المفاجاه بالنسبه لي اللي هو خد مان اوف ذا ماتش ادم ونوناس ده في نابولي الايطالي، معروض 45 مليون يورو عشان ينتقل للدوري الانجليزي. شوف انت بتتكلم دكه قاعد احتياطي ونجم في نابولي. اذا انت بتهد يعني البطوله دي مش بتاعتك، انا جايبك عشان ورغم ان انت بتلعب في اوروبا وهتنتقل لنادي كبير زي ما انت بتقول، لكن انا جايبك بعدك هناك فرق، انت بتلعب في اوروبا وهناك فرق كبير قوي، انت بتمثل بلدك، ممكن واحد يبقى سابقك، واحد يبقى احسن منك في المكان ده، لا في تذمر ولا في مشاكل ولا سمعنا ان في اعترضوا على جمال كابتن جمال بن ماضي ولا في اي حاجه على الساحه بانت في منتخب الجزائر. بالعكس الناس اللي بتلعب حتى الناس اللي كانت بره السكور اللي هي بيريحها عماله تشجع في اللعيبه اللي بتلعب، في ود وفي اخاء وفي حب وفي احنا جايين لطموح معين عايزين ناخد البطوله، بالتالي التركيبه دي راكبين على بعض، الاولاد دول ممكن تكون راكبين على بعض عشان معظمهم عايش في اوروبا، فغير اللي مجنس او غير اللي هو عايش في اوروبا ومحترف من زمان حتى منذ الصغر. الجزائريين كده طول عمرهم بيميلوا لفرنسا. الجزائريين طول عمرهم كده وعندهم الاحتراف سهل جدا، سهل تطلع وانت صغير بعكس انديه ثانيه بعكس فرق في افريقيا ما تقدرش تطلع لعيبه. لكن انا بقول لك الجزائريين توليفه كويسه مع مدرب فاهم واعي، اداء مشرف، عارف انت اداء مشرف ونتائج مشرفه. مش غريب ان يكون هو تلميذ رابح ماجر وينجح والكوتش نفسه النجم الجزائري رابح ماجر ما ينجحش؟ الشرط كان مارادونا نجح، كان مارادونا نجح. التدريب يا محمد موهبه، التدريب موهبه، موهبه موهبه، ممكن تبقى دارس، تبقى انت اكتر واحد في العالم دارس وتلاقي مدرب موهوب يكسبك، عارف بيعمل ايه، عنده خبرات، ما هو تجارب الفشل والنجاح تعدي لايه؟ الى تراكم الخبرات. صح، لانه فشل ونجح فعنده خبرات. فلما يجي يلعبك وانت دارس انت بتعمل ايه؟ بتطبق الكتب اللي قالته الكتب. فبعض الاحيان الخبرات بتكسب، ليه؟ لانه هو خد التجارب دي، لكن اللي على الكتاب لسه ما تطبقش في الملعب، فلما بتيجي تطبقه بياخد وقت عشان تنجح بيه. هو سبقك، هو سبقك، بالتالي الخبرات ليه عامل كتير جدا بالذات في البطولات الافريقيه. بالظبط، بالذات المدرب اللي عنده خبرات. شوف احنا بنتكلم على جمال بن ماضي بقالنا قد ايه، عنده خبرات كبيره جدا الراجل بتاع المغرب هيرفي رونار. ده راجل عالمي، ده فاز ببطوله افريقيا مع منتخبين مرتين، زامبيا وكوت ديفوار مرتين، كسبان مرتين، ممكن يكسب الثالثه، الثالثه هيساوي مع كابتن حسن شحاته ومدرب غانا. لكن مدرب تحس انه مدرب تقيل، متعادل ما عندوش مشاكل، جاي في جول ما عندوش مشاكل، انفعالاته ان تايم، مركز طول الماتش، واقف مركز في الجيم، ما عندوش مشاكل مع لعيبته، مش قلقان من لعيبته، عنده لعيبه تقدر تكسبه في اي وقت. لا، وعمل حركه او لقطه الصحف المغربيه بتتكلم عليها لغايه دلوقتي وعايزه تفهم فلسفته او فكره ايه، لما يستبدل حكيم زياش في مباراتين متتاليتين في اخر ثلاث دقائق، ايه الرساله اللي عايز يوصلها له؟ ان مفيش حد هنا اكبر من المنتخب مهما كان نجوميتك. مهما كان نجوميتك، عاده في اوروبا يقول لك بيطلعوا اخر 10 دقائق عشان ياخد السكسيه والناس تسقف له تحيه الجمهور. تحيه الجمهور. لا، الراجل ده ما عندوش الكلام ده. يعني جايش اعظم لعيب فيهم دلوقتي حاليا، نجم اياكس، نجم كده هينتقل في الصيف، ونجم كبير يعني، لعيب كوره، مش نجم كده مصنوع. لا، ده لعيب كوره، لعيب كوره، لعيب كوره معاك، تعالى اتفضل، وماتشين ورا بعض، مش العمليه مقصوده بقى. مفيش هنا نجم، هنا في منتخب، هنا في بلد عايزه تاخد بطوله، فانا مش فاضي افكر في نجوميتك، انت اعمل نجوميتك زي ما انت عايز، لكن انا عندي 20 لعيب افكر فيهم. مظبوط، عندي بلد ورايا، عندي جماهير هتحاسبني، عندي اتحاد ممكن يكني، كل ده بيفكر فيه، فبالتالي هو بيتعامل مع لعيبه على انه لعيب يخدم الفرقه، مش لعيب يتمنظر على الفرقه. وده حصل ما بين اول مباراه وثاني مباراه، يعني اول مباراه لعب باثنين ديفندر، المباراه الثانيه، المباراه الاولى كانت مع نابيبيا. الاداء كان ما كانش على مستوى، مش مظبوط، وكانت مفاجاه بالنسبه لنا. المباراه الثانيه وهي اصعب مع كوت ديفوار، غير اثنين ديفندر، نفس التشكيله بس غير الاثنين وسط الملعب، نزل بكريم الاحمدي ويونس بالهنده. مظبوط، غير الشكل، هو عارف، ما هو ده بقى مجرد ما شاف الغلطه فين او الخطا فين. انا قلت لك بياخد اللعيبه على حسب الاسلوب اللي هيلعب بيه، فكل مباراه على حده. دي محتاجه مين؟ دي محتاجه مين؟ كان عنده مشكله في الاثنين ديفندر، غير الاثنين ديفندر، لا اتظبط الاداء، اتظبط الاداء، اتظبط الاداء، بقيت خايف من فرقه المغرب، بقى في نص الملعب سيطره، في استحواذ، في تنويع للعب من الاطراف، من العمق، في تسديدات على المرمى، في اشتراك، كل حاجه موجوده. تمام. بالتالي المدرب هو اللي بيصنع فرقته،
في المنتخبات بالذات انت اللي بتصبغ بتبعت على لعبتك على طريقه ادائك، انت بتفكر ازاي، انت الفكر والتنفيذ للعيبه مش اللعيبه اللي بتفكر لك، الا بعض الاحيان او بعض الاوقات في حاجه يبقى عندك فروقات فرديه، واحد بيعرف يعدي واحد على واحد، يعدي واحد على اثنين يجيب جول، ودي في المنتخبات نادرا لما بتحصل نادرا لما بتحصل. طيب تونس ايه مشكلتها؟ تونس مشكلتها في المدير الفني ولا في اختيارات اللعيبه ولا في ايه؟ لا تونس المستوى بتاعها مش لفوق، رغم ان هي في التصنيف الافريقي رقم 2 بعد السنغال. مش شرط، مش التصنيف ده مش شرط يبقى هو الحكم الاساسي. وفي التصفيات تصدرت مجموعه مصر طبيعي جدا، طبيعي ده وضع طبيعي. تونس فرقه كويسه جدا وعندهم ليفل عالي في اللعيبه اللي موجوده، لكن ادائها في البطوله دي مش مواكب اللعيبه اللي موجوده، مش مواكب حتى فكر المدرب. تحس ان تونس في اي وقت يجي فيها جول، في اي وقت تخسر، مش زي المغرب بعكس الجزائر يعني صعب تجيب فيها جول وسهل هي تجيب جول. في تونس العمليه الكيرف مش لفوق، بالعكس يعني من ماتش لماتش بيقلوا، ده حقيقي يعني البدايه كانت قويه بعد كده ابتدى يقل، في الماتش التاني ابتدى يقل خالص. فالبدايه بتاعه تونس ما كانتش جامده، مش الفرقه اللي تخوف. طب مش مفاجاه بالنسبه لنا يمكن تونس لما حبت تعتمد على مدير فني قالت اجيب الخبرات الافريقيه في البطولات، جابت الان جريس مدرب فرنسي مسك السنغال مسك مالي ليه باع طويل، اكتشفوا في تونس ان شخصيته ضعيفه بيميل دايما للنجوم اللي بتبقى عايزه تلعب. ما هو في الفريق الكبير او في الفرق الكبيره المدربين اللي بيجوا بيريح دماغه، انا احفر ليه واقعد ابص ليه وادور على عمل اسمه وخلاص يعني، انا ليه اسم اجيب الناس الجاهزه اللي بتلعب في اوروبا وابتدي اعمل تشكيله وخلاص وهم يشيلوا معايا، انا مش هشيل لوحدي. ما الجماهير مش هتقول انا جريز بس، هتقول اللعيبه التوانسه مش كده ولا ايه؟ هم النجوم التوانسه المحترفين بره مش كده ولا ايه؟ بس اتصدر للاعلام التونسي من اول وهله ان المشكله في الان جريس، ما هو كانت باينه عشان هو بيلعب نجوم، ده حتى في التغييرات بيخاف يغيره، بيخاف يغيره، ده بارد حتى صح في المباراه الثالثه لما نزل سرارفي وهو امكانياته مش كده ولا ايه؟ ده خايف عايز يعني يراضي الكل ان يلعب، عايز يراضي كل عايز يراضي الكل، ده على حساب المنتخب المغربي، على حساب المنتخب التونسي مش في الكوره. انت عملت اسم لكن الناس دي عايزه عندها طموح، عشان كده منتخب تونس مش واقف على حيله بلغه الكوره، منتخب مش قادر، مش ده المنتخب اللي يخوف او ياخد بطوله. يعني هو امكانياته كلها في ثلاث ماتشات الكور الثابته، الكرات الثابته بس، خطوره المنتخب التونسي في الكور الثابته بعكس المغرب بعكس الجزائر بعكس السنغال في كذا طريقه لعب، بعكس مالي بعكس بنين مش كده ولا ايه؟ بالظبط، طرق مختلفه في اللعب، اسلوب مختلف في الاداء، كوره حديثه، كوره فيها فكر، لو فرقه بتدافع قدامها ازاي استحوذ وابتدي اهدي اللعب وبعد كده اعمل هجوم سريع من ورا المدافعين، استلم ورا خط النص، ابتدي اعمل تسديدات على المرمى، ابتدي اعمل كروسات من الجنب، الاشتراكات في الكوره العاليه سواء في الدفاعيه او الهجوميه موجودين، كل شيخ وله طريقه. لكن اما تبقى محفوظ والناس عرفت بتلعب ازاي ما بتغيرش بيبقى عندك مشكله. طيب موقفه في التعامل مع حارس مرمى المنتخب التونسي، اول مباراه فاروق بن مصطفى اخطا خطا طبيعي، اي حارس مرمى ممكن يغلط، الهدف جزء هو منه لكن غلط، غيروا لعب بالحارس الثاني في المباراه الثانيه معز حسن خنقه، غلط غلطه غير طبيعيه. المباراه الثالثه قلنا خلاص يلعب معز بن شريفيه، هو عشان يثبت ان وجهه نظره مش غلط لعب بالحارس الثاني اللي غلط خطا اكبر من فاروق بن مصطفى. ما هو ايه الفلسفه ان المدرب يعمل كده؟ ده معناها ايه يا كابتن بدر وانت كمدير فني برضو عارف الفكره في زي دي ازاي؟ شوف، اولا الراجل اللي غلط ده الجون الاولاني بتاع تونس مش دي غلطه مشتركه بينه وبين المدافعين، مقبوله مشتركه. ما انا لما اطلع الكوره وابقى انا على الارض المفروض ليه الفيرود بيعمل فولو؟ طب ما المدافع يعمل فولو، المدافع يشيل ورا الحارس، طب ما المدافع يعمل فولو. بالظبط، طبيعي جدا لما الكره تشاط على الجول اول واحد يروح على الجول عشان لو وقعت يطلعها هو المدافع. هو المدافع ليه المهاجم اللي بيروح؟ فده غلط مشترك بين المدافعين وبين حارس المرمى. ثانيا انا مش الراجل ده، انت خلاص رميت طوبته مش هتلعبه تاني فبتلعب عليه الجون التاني وهتلعب عليه الجون التالت، ولا انت محتاجه بعد كده؟ لو انت محتاجه بعد كده ما ينفعش احرقه. انا ممكن اخسر المباراه لكن ما اخسرش لعيب، ده حقيقي. هو خسر اللعيب، واما الراجل الثاني لعب فاروق ده اخطا كره عاليه جابها في نفسه جول اللي هو معاذ حسن، معاذ حسن سوري، اخطا في كره عاليه جابها جول، يعني ما تخشش في اي حد وعايز تقنع نفسك ان انت صح برضو ان الراجل شارك وراه فلعبته الماتش الثالث. اصل لو غيره
خلاص هتلعب الجول الثالث، يبقى انت ما عندكش جول اولاني في حراسه المرمى غير يا محمد. حراسه المرمى في واحد اثنين ثلاثه حتى لو اخطات. زي عندنا في مصر الشناوي في واحد اثنين ثلاثه، الشناوي نمره واحد مثلا كان جنش او الشناوي نمره اثنين ايا كان فيهم، لكن في نمره واحد ما ينفعش انا كل ماتش في بطوله افريقيه كبيره اغير واحد عشان غلط غلطه. لا مش في الكوره الكلام ده، ما انت لو كل واحد غلط غلطه هتغيره يبقى نص الفرقه هتقعد بره. ده حقيقي مش كده ولا ايه؟ ده حقيقي. هم حتى في تونس قال لك طب معز بن شريف يلعب المباراه الثالثه قدام موريتانيا، اخطا المباراه الدور 16 هتجيب حارس رابع منين؟ هترجع تاني بقى تلعب اولا؟ تجيب من الدوري التونسي بقى ولا تعمل ايه؟ مظبوط، هو ده اللي انا بكلمك فيه. فهو عشان يثبت حتى الان جريس عشان يثبت ان هو مش غلط فراح لعب بالحارس الثاني المباراه الثانيه، لعب بيه الحارس المباراه الثالثه. هو انا الان جريس عارف الانا؟ هو عنده الانا. انا الانا بقى، انا الان جريس، انا عندي الانا، انا صح في اللي بقوله. الجول الاولاني ده غرقني فهلاعب الجول ده وحصرها بالجول ده بعديها يعني ربنا يستر عليه. قرار الاتحاد التونسي بتغيير المساعد اللي معاه ده جرس انذار لالان جريس ان لو خرج امام غانا يبقى كده شكرا. ما هو ده يدل على ضعف شخصيه الان جريس، لان اما المساعد بتاعك يمشي اللي انت جايبه او اشتغل معاك طبيعي ان انت تمشي. انتوا جهاز، لكن انت بعت الراجل واستنيت، انت ما انت هتتباع بعديه. انت هتتباع في اي وعكه جايه او اي حاجه غلط جايه تخسر ماتش جاي انت اول واحد ماشي. ده ممكن يلقي بظلاله على مباراه تونس امام غانا، الاجواء جو والداخل معسكر المنتخب التونسي عندهم حجه. انت خلقت حجه للمنتخب التونسي انه يطلع. عملت له حجه. نسبه فوزه على غانا كام في المية؟ 50 50 متساويه. 50 50 50 هنا و50 هنا. لكن المنتخب التونسي بقى عنده دلوقتي حاجه يقول لك ايه، اصل في مشاكل بين المدرب وبين الاتحاد، في مشاكل المدرب بين المدرب وبين اللعيبه، في مشاكل بين المدرب والجماهير، في مشاكل بين المدرب والمساعد اللي مشوه. فبقى عنده حاجه يستند عليها. لكن ما ينفعش في اثناء البطوله تغير مدرب او تغير مساعد، مش في الكوره الكلام ده، مش سهله، مش في الكوره خالص، بتعمل دربكه، مش في الكوره خالص. انت على اي اساس جايبه يلعب بطوله واثناء البطوله بتقول له مع السلامه؟ يعني وانت كمدير فني ازاي تسمح ان المساعد بتاعك يمشي؟ ما شفناهاش. شفتها في اوروبا؟ لا بتبقى صعبه اثناء البطوله كمان. انت تخسر بطوله وما تخسرش شكلك قدام الناس، ما تخسرش المدرب. يعني حتى انت كمدرب يبقى ليك زي ما بيقولوا هيبه كده، ان الجهاز بتاعي ده انا اللي جايبه فانا اللي بتحمل مسؤوليته. يبقى انا على راسه. عايز اقول في الكواليس بس ان عشان ناكد بس المعلومه، الاتحاد التونسي لما كتب على صفحته الرسميه الخبر كتب ان المعد الذهني تمام؟ معلوماتنا ان ده المساعد الاول لالان جريس. مظبوط. والفكره ان اتقال المعد الذهني او المعد البدني لالان جريس انه عشان تدخل في اختصاصات المدير الفني. هو اولا فرنسي ونفس جنسيه الان جريس، والان جريس جايب اثنين معاه مساعدين في المنتخب التونسي، وهو المساعد الاول لالان جريس. بس عشان الاتحاد التونسي يغلف بس شكل الاقاله فتدخل في الان جريس، واصلا الان جريس هو اللي جايبه مساعد اول معاه. شوف انا قلت لك ايه؟ مش في الكوره. فعشان الشكل العام قدام الناس هيتهاجم الاتحاد التونسي بالظبط ازاي تشوله، فقال لك ايه ده المعد البدني ده المعد الذهني، اي كلام تزوق بيه زي ما بيقولوا تزويق. لكن انت كالان جريس، انا الان جريس لو انا مكانه همشي. ما ينفعش اجيب جهاز وحد يتدخل مهما كان، حتى لو الاتحاد الكوره بيقول لي يمشي مش انا مش قابليه. بان المشهد من البدايه اول ما استبعد علي معلول. والله استبعاد علي معلول ده لغز كبير جدا يا محمد. يعني الراجل اللي لعب مكانه ده وسام الحدادي، مش في امكانيات علي معلول خالص، ومخلي يوسف المساكني مش عارف يلعب. ما هم الاثنين قافلين على بعض، الخط مقفول. يعني الخط ده كان بتاع علي معلول، عندك جبهه قويه جدا على الشمال وكان متجانس مع يوسف وخصوصا ان علي يجيد النواحي الهجوميه. صح. فانت محتاج ناس تهاجم. انت المنتخب التونسي الاطراف بتاعته وحشه قوي، يعني حتى الحدادي ده مش على مستوى علي خالص. مش عشان علي، وبعدين علي البطوله في مصر دي لها معنى يعني، ليها معنى كبير جدا كمان. ان انا عايز اقول انا هو انا موجود وهيلاقي تشجيع جماهيري وهيلاقي جماهير مصريه بتسنده وبتسند المنتخب التونسي اكتر في وجود علي معلول من الحدادي. وبعدين هو مع مساكني فاهمين بعض قوي، الخط ده كان بالشمال ده فاهمين بعض جدا، والراجل المعلول ده بيجيد النواحي الهجوميه، يعني قد يكون عنده بعض الكسوف في الناحيه الدفاعيه. لكن انت بتهاجم، انت ما بتهاجمش. الحدادي ده ما بيعديش نص الملعب، ما بينجحش حتى في التمرير. مش اختراقات من الكرات العرضيه، عمل اختراق وعمل كرات عرضيه بالزبط. وقافلين على بعض، هو والمساكن قافلين على بعض، الاثنين قافلين على بعض بعكس ما كان بيلعب علي. في تجانس بين الاثنين، في تفاهم، في فكر،
في تكتيك بيتعمل معين بينهم، اذا كان هو بره بيبقى مثلا معلول جوه، اذا كان المساكن جوه بيبقى معلول بيبقى بره، في تفاهم بين الاثنين. الحدادي ما بيعديش نص الملعب، بيعتمد يلعب من تحت. في اختلاف في تشكيله اللعيبه في المراكز، يعني مره يلعب رامي البدوي باك رايت ويحط وجد كشريده اللي هو البقيه الاساسي يحط وسط ملعب، بعد كده المباراه الثانيه يقعد رامي البدوي يرجع وجد كشريده باك رايت، نص الملعب حتى ما فيهوش دايما عناصر ثابته فيه. ما هو التجارب دي في البطولات دي ما ينفعش، عشان كده في الاخر النتيجه طالعه سلبيه. طبعا، وانا حقل تجارب دلوقتي، انت جاي تجرب دلوقتي في الماتشات. بس في حاجه غريبه يا كابتن، الماتشات وديه بمناسبه التجارب. تونس في التجارب كانت نتائجها افضل، المغرب في التجارب كانت نتائجها سيئه. ما هو انت ما عندكش ضغوط. لا، ده معناه ايه؟ انك انت في الودي ما حققتش نتائج، وفي الرسمي بتحقق. بس انت في الودي ممكن تكون بتعمل حاجه هتعملها في الماتشات الرسميه. بعكس تونس، تونس كسبت كرواتيا. ما انا بقول لك بعكس تونس، هو اما جه هنا ابتدى يقلب بقى، يعني يجيب الباك رايت يلعبه في نص الملعب او في يمينه، يجيب الهاف يمين يلعب باك رايت. مش وقت تجارب في البطوله الافريقيه. النتائج كانت خداعه، وحسيته انه الفرقه طبعًا كلها كامله، فيقدر يغير في المراكز. طبعًا لا، ما ينفعش. في حاجه اسمها كوان فريق، ده ثابت. العب في حاجات معينه، راس حرب احطه تحت يبقى تحت شويه، مثلا نمره 10 ده يسعد في وسط المدافعين يبقى بلاي ميكر، ما يبقاش على طول اتاك، حاجات كده خفيفه. لكن انا غير اثناء البطوله في 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 في, في, في خط من الخطوط، مشكله كبيره جدا. هتتضرب دفاعين هجوميه، هتتضرب لان ده اصلا مش باك، وانت بتجربه في مباراه رسميه مش وديه عشان تقول يقدر يلعبها، او كان يكون لعبها قبل كده بس ما عرفوش الضغوط دي. مش عايز بونت، مش عايز اثنين بونت، مش عايز ثلاثه بونت، مش عايز يبقى اول عشان يهرب يلاعب الثالث، انت فاهمني؟ لكن في الودي انا وانت نلعب عادي، ايه المشكله يعني؟ حتى لو غلط رجعت ما دفعتش، ايه المشكله؟ هاجمت ما جبتش جول، ايه المشكله؟ لكن في الماتشات الرسميه انت محتاج تستقر على عمود فقري للفريق وتبني حواليه بقى الناس الثانيه. تمام، فهو ما عملش كده. طيب، مباراه دور ال 16 اكبر المباريات او اقواها في التنافس نيجيريا والكاميرون. مظبوط، نيجيريا في المجموعه ما كانتش مقنعه، وانا مش عايز اقول مباراه مدغشقر يا كابتن بدر ممكن تكون هي المقياس وان ده اداء منتخب نيجيريا. انا عندي احساس ان نيجيريا في المباراه الثالثه بطبيعه لعيبه الافارقه وصل، فخلاص مش عايز يؤدي اعلى اداء. يعني بنشوف اللعيبه اللي تلعب في منتخب نيجيريا سواء ايجالو، احمد موسى، سلامون كالوج، ايبي ميكائيل، المباراه الثالثه ما كانش بنفس المستوى. ايضا المنتخب الكاميروني امام بنين في المباراه الاخيره هو حاسس انه هيوصل اول او ثاني لكن موجود. المباراه ما بين الاثنين الفرقتين شايف الشكل هيبقى عامل ازاي في ظل الكاميرون حامل اللقب ونيجيريا دائما وابدا منافس ومرشح؟ عاده يا محمد الفرق الكبيره بتستنفر قواها على حسب هي وصلت فين، المنافس اللي معاها مين، وصلت فين. فهتشوف مباراه شرسه جدا، تكسير عظام زي ما بيقولوا، ما بين نيجيريا وما بين الكاميرون. زي ما انت قلت فرقه حاصله على البطوله ونيجيريا منافس قوي جدا، مش شرط ما يجدعكش الاداء بتاع الدور الاولاني، لان الفرقه بتبقى خايفه تطلع من الدور الاولاني حتى الفرقه الكبيره، فبتعمل حسابها المهم امن نفسي ابقى موجود. لكن كونهم انهم وقعوا مع بعض حظهم وحش جدا، لان فرقه من الاثنين المفروض انها مرشحه من الفرق اللي توصل دول الاربعه على الاقل وتبقى منافس شرس جدا. فنيجيريا فرقه لا يستهان بها لانها فرقه بطوله، وفرق البطوله في اي وقت بتكسب، في اي وقت بتكسب. خد بالك ممكن يكون وحش جدا قدام بنين ويجي يكسب كاميرون، والعكس امام مدغشقر ويكسب الكاميرون، والكاميرون قدام بنين ما كانش كويس ممكن يكسب نيجيريا. ده طبيعي جدا في الكوره، لان فرقتين اقوياء جدا. كاميرون تمتلك لعيبه على اعلى مستوى، تمتلك قوه بدنيه عاليه جدا جدا جدا. كذلك نيجيريا تمتلك لعيبه كلهم محترفين. انت بتتكلم في الصف محترف، المدير الفني للكاميرون سيدورف، انت بتتكلم في لعيب عالمي ومدرب المفروض يعني ليه اسم كبير وليه طموح عايز يكسب طبعا. فبالتالي المباراه دي اقوى مباراه هتبقى موجوده في دور ال 16، اقوى مباراه شرسه، اقوى مباراه شرسه جدا، لان اي فرقه من الاثنين هتخسر، فاعتقد ان البطوله بقى فيها عدم. بس لفت للنظر في مباراه نيجيريا والكاميرون دايما عندك نجوم تقال هنا ونجوم تقال هنا. أيوة. المباراه دي مين في الكاميرون نجم تقيل؟ تحس ان حتى البطوله اللي خدوها مننا في 2017 مجموعه لعيبه كان عندها تحدي والطموح اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. مظبوط. المباراه ديت برضه نفس النجوميه مش موجوده في المنتخب الكاميروني، لكن في نيجيريا لعيب وسط الملعب اليكس ويبي بتاع الارسنال. أيوة. مش ظاهر بشكل جيد. احمد موسى، ايجالو، جون ايبي ميكائيل نجم تشيلسي السابق. اقول لك يا محمد سبب هبوط المستوى ده ايه؟
اللعيبه بالذات الكبار بتوع اوروبا لان هم جايين من موقعه شرسه جدا في الدوري الاوروبي بتاعهم. ضغوط ومباريات صعبة وجري جداً. وبدني فانت المفروض ان انت بتحافظ على المستوى البدني للاعبين، بتحافظ عليه لانه جاي لك توب فورمه توب بالظبط، فانت المفروض بتحافظ عليه. في بعض المدربين بيحب يشتغل اثناء التجمعات دي شغل بدني فبتقع منك اللعيبه، ولو ما اتمرنش يقول لك عشان بيلعب في اوروبا، انت عارف بقى العقليه الافريقيه مش عايز يتمرن، ده جاي بيتنك على المنتخب فبيضطر يشتغل معاك وهو اصلا اوريدي جاي محروق، فانت الطبيعي جدا تحافظ له على المستوى اللي هو فيه بالظبط. يعني الاستشفاء بيبقى اعلى، فترات الراحه بتبقى اكبر لان هو جاي لك جاهز. يعني الولد اللي بيلعب في الهلال السعودي في منتخب ايه؟ نيجيري سريع، ناسي اسمه، عثمان ولا اسمه ايه؟ ناسي اسمه. اصابوا؟ لا مش اللي في نص الملعب اللي قدام. اجاله؟ لا لا اجاله مش في الدوري السوداني، لا في الدوري السعودي. الدوري السعودي احمد موسى. احمد موسى احمد موسى اه احمد موسى ده لعيب خطر جدا. عنده ما يؤهله واحد ضد واحد، بيعدي سرعات، انفرادات، يعدي من الجنب ويعمل كروسات، عنده كل حاجه. تحس ان احمد مش ده احمد. مش ده احمد اللي في السعوديه، يعني تحس انه مرهق، مش فت، لا مجهد. مجهد في فرق بين انت مجهد وفرق ان انت مش فت. لا هو فت بس هو مجهد، مجهد ذهنيا، مجهد عضليا. الضغوط بتاعت النجوم، النجم بيبقى عليه ضغوط لازم يكسب رئته، كل دي حاجات بتاثر على اللاعب من النواحي الفنيه والتكتيكيه اكيد، فما بيقعدش كل ما يملك. تمام. لكن انا بقول ان نيجيريا فرقه خطر جدا وحذاري من اي فرقه بتلعبها، مش شرط الكاميرون، اي فرقه بتلعب نيجيريا حذاري. حذاري منها طبعا لان اللعيبه دي ممكن تتالق لعيبه قويه جدا. حتى الراجل بتاع نص الملعب اللي بيلعب في انجلترا لعيب كويس جدا، أليكس ويبي اللي هو بيلعب مع النني في الارسنال، لكن مش 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 باين قوي. ممكن مع فترات الراحه اللي جايه دي بين الادوار تلاقيه بقى رجع لعبته تاني ورجع لطبيعته. هو حتى كمان يا كابتن بدر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا المدرب اللي هو الالماني غيرانت، ما بيبداش حتى بمجموعه النجوم دي كلها في التشكيله الاساسيه. يعني لو بدا بإيجالو واحمد موسى يريح شويه جون ايبي ميكائيل، لو بدا بأليكس ويبي يريح احمد موسى ويلعب بسالمون كالو. تحس حتى ان حته التجانس في الناحيه الهجوميه من مجموعه اللعبه دي مع بعضها مش موجود، مش موجوده. ما هو كمان عايز عمليه التدوير عشان ما يحرقش اللعبه كلها، يوفر للمرحله اللي بعد كده. هو بيعتمد ان انت هو بيكسب او بيوصل، في نفس الوقت مش عايز يحرق كل لعيبته. يعني عايز يبقى تملي عنده الدكه قويه، اثنين مكان اثنين، المنافسه شرسه جدا ما بين بعض، فكل ده موجود داخل فكر المدرب. لكن هو عنده فرقه تقيله بكل المعايير الاربعه اللي قدام تقال بجانب الراجل في نص الملعب، امكانيات تقيله. عشان كده بقول لك ان نيجيريا فريق قوي، الكاميرون فريق قوي لكن لعيبته صغيره، خبراتها قليله. صحيح. فرق بين دول وبين دول، فرق الخبرات في نيجيريا اكبر شويه من الكاميرون. لكن الكاميرون برده منافس شرس جدا لا يستهان به، فرق بطوله ممكن في اي وقت تاخد بطوله. كسب مصر في الفاينل واقصى غانا في السيمي فاينل. مظبوط مظبوط، بالولاد الصغيرين دول بالظبط. لكن انا بقول ان فرق الخبرات ممكن يبقى نيجيري. لنيجيري. طيب مباراة المغرب وبنين هي على ورق والله بقول سهلة. بقول المغرب، اتمنى من جوايا ان المغرب هي اللي توصل، لان المغرب فعلا فريق قوي جدا وقدم مستوى كل الناس مبسوطه من المنتخب المغربي. ولكن بنين فريق خطر جدا، فريق خطر خطر عشان الطموح اللي اتكلمنا فيه، عشان الطموح اللي احنا موجودين فيه. طيب. ولعبته غير معروفين على الساحه الاوروبيه بقوه، لكن هم عايزين يقولوا احنا موجودين ويملكوا من الاداء، من الاداء والاسلوب اللعب ان هم يعطلوا اي حد. خايف على المغرب من عامل السنه يا كابتن بدر، لان في اربع لعيبه، مبارك بصوفة، مهدي بن عطيه، نور الدين مرابط، اربع لعيبه بالاضافه طبعا لكريم الاحمدي، اربع لعيبه المعدل الاعمار السنيه تخطى ال 32 33 سنه. ما هو محمد في الـ في الـ في الـ في فرقه المغرب، ما هم دول بيعتبروا عمود فقري للفرقه، مش كلهم في خط واحد. يعني بنشوفها في نص الملعب، بن عطيه ورا، فطبيعي جدا في كل خط من الخطوط يبقى عندك لاعب تقيل، لاعب عنده خبرات. عجبك التوزيع بتاعت رينارد في اختيار التشكيله واللعيبه؟ طبعا الخبرات، احتياجاته والخبرات والشباب. محمد لما بتكبر في السن بيقل مجهودك بس بيعلى فكرك. فما بتتعبش، فعايز فكر في الدفاع، فكر في وسط الملعب، فكر في الناحيه الهجوميه، في الناحيه الهجوميه، سلسله الملعب اللي بيتكلموا عليها. فهو عامل العمود الفقري ده خبرات. بصفه الماتش اللي فات مكسبه، جايب له جول جوه ال 18 موجود في الدقيقه 90. ده عنده كام سنه بقى؟ 34 سنه. ده اكبر واحد في نص الملعب ومش معاه نادي. مين اللي مكمل؟
مين اللي مكمل بصوفا؟ بصوفا ها وفري. ما انا بقول لك اهو يعني الدقيقه 90 بيجيب لك جول في الدقيقه 92 او الدقيقه كام جايب لك جول؟ 90 الدقيقه 90 جوه 18 بالظبط. ايه اللي جابه هنا وهو راجل معدل السن بتاعه عالي المفروض؟ لكن الخبرات هنا بتتحكم في كل خط يوجه الثلاثه اللي حواليه. صوفا بيقود الفرقه من نص الملعب تمام. الراجل الفرد اللي قدام ده عنده خبرات محطه كبيره جدا، امتى يقف على الكوره، امتى يلف، امتى يشوط، امتى يضيع وقت، امتى ياخد فاولات، كل دي خبرات بتتجمع عشان تخدم اللعيبه الصغار اللي حواليهم طبعاً. الشباب اللي حواليهم اكيد. فدي فرقه المغرب. مصر وجنوب افريقيا. مصر هسألك طبعا على اداء منتخب مصر في البطوله، وان شاء الله يبقى دور ال 16 دور النهائيه حاجه مختلفه بالدعم الموجود لمنتخبنا الوطني، لكن في نفس الوقت في المقابل منتخب جنوب افريقيا مختلفة عن أداء منتخب البطولات السابقة، لأن جنوب إفريقيا بيدربها مدرب اسكتلندي، مدرسة جديدة على الكرة في جنوب إفريقيا، الكرة الإنجليزية أو الكرة الطويلة، مدرب اسكتلندي معلوش تاريخ أو اسم كبير، حتى اللعيبة اللي بتلعب في جنوب إفريقيا اللي في البطولة الأفريقية الحالية كلهم محليين أو معظمهم في الدوري الجنوب إفريقي. مظبوط. حارس المرمى حتى بيلعب في مازيمبي. شوف إحنا مدرستين مختلفين بيلعبوا قدام بعض. يعني المنتخب جنوب إفريقيا بيعتمد على الكرة الإنجليزية البحتة. اللي هي بتاعت زمان ان يحط كرة في نص الملعب ويبتدي يضغطك في نص ملعبك بالظبط، بعكس المنتخب المصري اللي هو بيعتمد ينقل النقلتين وبعدين يلعب على محمد صلاح او على تريزي. فالمدرستين هنا مختلفين وهيبقى في ضغط من الفرقتين على بعض. انا اخشى على المنتخب المصري في ايه؟ في ان الخطوط بتاعتنا تبقى متابعه. مش قلقان من الكور العاليه، لان عندنا حجازي وعندنا محمود يقدروا يتعاملوا كويس قوي مع الكور العاليه تمام، لكن اخشى من الكره الثانيه المرتده دي اللي تتطد لجنوب افريقيا ويبقى عندنا مشكله في الخطوط، لان مشكله المنتخب المصري في الاداء الخططي عدم تقارب الخطوط ما بين خط الفرود وخط المدافعين. في جاب كبير قوي محمد واتساع كبير جدا. هناك فرق بين ان انت تعمل عمق هجومي وان انت يبقى عندك اتساع عرضي واتساع طولي. احنا الاتساع الطولي ده كبير قوي، المفروض الخطوط تبقى بوكس كله بيتحرك مع بعض. المدافعين الاربعه مع بعض، الثلاثه لنص الملعب يطلعوا مع بعض، يطلعوا مع بعض، فتبقى انت في حيز 40 50 متر بتلعب الفرقه كلها، مش بتلعب في 80 100 متر. مش بتلعب في 90 متر. مش مثلا مروان هنا وحجازي على خط ال 18، مش ما ينفعش. ما ينفعش، لازم تدي فرصه للشناوي ده يبقى ليبرو، لازم تدي فرصه الناس دي تبقى ضاغطه في نص الملعب. اعتقد ان المنتخب مصر يقدر يعدي دور ال 16، يقدر يعدي. مباراه خطره؟ خطره جدا، خطره لضعف مستوانا، مش خطره علشان هم اقوياء اقوى مننا، بالعكس احنا احسن رغم كل الاداء المتوسط بالنسبه لنا ده، لكن احنا عوامل النجاح عندنا متوفره تقدر تكسب. تقدر لما يجي في جول يعني تقدر تتعامل. ان احنا برضو عندنا مشكله محمد، احنا كمان احنا اللي بنجيب، ما جاش فينا جول عشان تشوف انت رد فعلك ايه. لا دي مشكله. في كمان رقم غريب قوي، الخمس اهداف لمنتخب مصر في بطوله الامم كلهم في الشوط الاول بس. الشوط الثاني انت مش موجود في الثلاث ماتشات على فكره. الشوط الثاني بس التهديف كله الشوط الاول. ده عاجب، بس دي نقطه ايجابيه طبعا. انت بتنزل بكل قوتك، بس بعد كده بتقع بقى. انت بعد كده الفرقه بتضغطك الشوط الثاني. هل عشان البدايه ولا لسه الماتشات جايه متتاليه؟ لا دي البدايه، الماتشات هتجيبك. يعني انت في دور 16 ما اعتقدش ان انت هتأدي الاداء اللي اديته في الدور الاول ده. لا 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 صعب. لو اديت كده خلاص، لو بالاداء ده وبالفكر اللي احنا بنلعب بيه ده ممكن يحصل لك مشكله كبيره جدا. فانا اعتقد ان هم اجيري وهاني رمزي هيتجنبوا الاخطاء اللي حصلت في الدور الاول ويبتدوا يشتغلوا عليها ويبقى اللعيبه عندها جراه وثقه في النفس انها تلعب لقدام. ما عندناش مشكله. احنا اي كوره على الجول ممكن تلعب اي حد، لان انت بتلعب في استاد المرعب لاي فرقه طبعا، بتلعب في وسط جماهير مصر، بتلعب وانت في ملعبك، عارف انت حته انا في ملعبي دي، بتبقى عندك حافز قوي، عندك بطوله انت اولى واحد بيها. صحيح. تفرح شعبك، تعمل تاريخ لنفسك. تبقى خدت اربع بطولات في كام سنه، مش هتحصل ولا تتكرر تاني. هتبقى اكبر فرقه في افريقيا خدت بطوله افريقيا. هتعمل في ناس مش هتلعب في منتخب مصر تاني. تبقى نهت حياتها ببطوله افريقيه كبيره. في وسط كوكبه من النجوم العالميين في كل الفرق الافريقيه الموجوده. طيب 68 هدف في 32 مباراه بمعدل تهديفي 1.8، نسبه تهديف متوسطه ولا الادوار النهائيه هيبقى فيها نسبه تهديف عاليه؟ لان كمان واحنا بنقيس الجوله الاولى والثانيه والثالثه، الجوله الاولى 27، الثانيه 16، الثالثه 25 هدف. لا انا اعتقد ان معدل التهديف هيقل.
مش هيزيد، هيقل عن كده كمان، هيقل عن كده. وده مؤشر ايجابي ولا سلبي؟ لا مؤشر ايجابي، انت خايف على خايف يجي فيك جول، فكل الفرقه تامن نفسها، فده مؤشر ايجابي مش هيبقى سلبي. بس معيار لنجاح البطوله فنيا؟ لا فنيا انت مرتبط بالمستوى الفني بتاعك انت كفرقه، انت مرتبط بمستوى الفني او كبطوله، البطوله على مستوى الفرقه من فرقتك، لكن ان انا هكسب 3-4 مش هتبقى موجوده. مش هتبقى موجوده، اللي هيجي فيه جول هيكهرب، الفرقه هتيجي فيها جول هتتكهرب، هتتكهرب، مش هتبقى بتهاجم بكل خطوطها وعايزه تتعادل، لا برضه هتبقى خايف هيجي فيها جول تاني. فبالتالي معدل التهديف مش هيزيد، هيقل. تشكيل منتخب مصر بنفس المجموعه ولا ممكن نشوف فيه تعديل؟ لا هيلعب بنفس المجموعه. بنفس المجموعه؟ ما عندناش ايمن اشرف، المحمدي، محمود علاء، حجازي، النني، طارق، ايوه، عبد الله السعيد، تريزيجيه، صلاح، محمد صلاح، واعتقد مروان محسن. مروان محسن ما يفاجئناش باحمد علي؟ البدايه اللي لعب بيها والماتشات بتقول غير كده، لان كان لازم يدي احمد علي فرصه في المباراه الثالثه، في المباراه الثانيه، مش كده ولا ايه؟ فهو ما ادالوش، فاعتقد ان هو مش في حساباته 100%. لكن اهو موجود، لكن اللي في حساباته نمره 1 مروان، نمره 2 احمد حسن كوكا، ونمره 3 احمد علي. لكن المفاجات في الحاجات دي، في البطولات دي او في الماتشات دي بالذات، مش هتبقى مستحب، وان كانت ممكن تبقى موجوده، يعني ممكن يفاجئنا بعد كده بس ممكن. بنسبه بسيطه يعني، بنسبه بسيطه جدا. طيب وانا بختم معاك يا كابتن بدر، فرصه اسالك اسئله بقى او سؤال اخير. مدير قطاع الناشئين والبراعم في نادي الجزيره الاماراتي، هناك الدنيا اختلفت ازاي عن هنا في مصر؟ هناك اختلفت بفرق كبير قوي. هناك في بلان، في بلان واضح ومقري لكل الناس، يعني في بيستغلوا فكرك ده بفلوس، بيستغلوا ان انت عندك فكر، بالتالي بيسهل لك كل السبل وكل عناصر النجاح انك تشتغل في الملعب بس. مفيش حاجه شغلاك، ما عندكش عراقيل، ما عندكش ناس بتحاربك، ما عندكش راتب قليل، ما عندكش ممكن اداره تقول لك انت مش هتبقى معانا، لا في ثقه فيك، فبتنتج اعلى مستوى ليك. شغل القطاع ده عايز راحه بال طبعا. انت عشان تخطط لقطاع محمد مش سهله، انت بتخطط لقطاع يطلع منه لعيبه للدرجه الاولى، بتخطط لقطاع تعمل لعيبه لمنتخب بلدك او منتخب الامارات، بتخطط لقطاع مدربين يبقى عندك مدربين بيتعلمهم، زي ما قلت لك عندنا مدربين كويسين. عندنا هناك انت لازم تعمل مدربين كويسين. ما هو مين اللي هيدي الماده؟ المدرس، لو انا او المدرب ده لو انا ما علمتوش، بالتالي هيعمل نموذج مش مظبوط للولد بالظبط، مش هيعمل حاجه تكتيكيه تناسب المرحله السنيه، لكن انا لما اعلمه وادي له الشغل اللي هيناسبه للمرحله السنيه، بالتالي هيدي لي الولد، يبقى انا كمدير فني مستفيد، وكمدرب مستفيد، وكلاعب مستفيد، بالتالي كنادي بستفيد او كمنتخب بستفيد. هو ده الفكر الموجود هناك. المحاضرين الموجودين على اعلى مستوى، ممكن تبقى في اي وقت قاعد جنبك مثلا إريكسون بيحضر لك تتكلم معاه زي ما انتوا قاعدين كده، جارديولا يجي يتكلم معاك في الكوره وبتعملوا ايه وبتسووا ايه، ويجي يتفرج عليك في التمرين، يجي يتفرج عليك في التمرين، ويجي ينزل معاك ويهزر معاك ويقول لك طب بتعملوا دي ليه ومش بتعملوا دي ليه، وتتكلم انت معاه، طب انت بتعمل الاستحواذ ده، طب بتشتغل ازاي من ورا، طب لما تيجي تعمل استحواذ بتطلع من الاطراف ازاي، عايز تعمل كل ده بتتكلم فيه. فانت بتاخد خبرات كبيره جدا في خلال السنين تشتغلها، لان بيجيبوا لك اعظم مدربين في العالم، مش جاي بقى يدرس يقعد معاك شهر يقعد الكلام اللي بيقوله يعيده، لا ده جاي يديك خلاصه اللي هو الكوبايه العصير اللي اتعلمها في حياته، الخلاصه، خد الخلاصه دي بالظبط، فبتاخد منه فكره. الفكر ده مش ببلاش، فهم سبقونا بكتير، اتمنى ان الفكر ده يبقى موجود في مصر. مستمتع بالعمل هناك يا كابتن بدر؟ جدا جدا جدا، ما عملوش معايا حاجه وحشه يا محمد، الناس دول شالوني وانا بشكرهم على الهوا من نادي وبيتي النادي الاهلي اللي خرجت منه، وكل لعيبه مصر وكل اللعيبه الكبار اللي اتخرجوا من النادي الاهلي. النادي الاهلي خيره علينا كلنا من اولنا لاخرنا الحمد لله، وبالتالي انا 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 بمثل النادي الاهلي في الامارات، خير سفير لينا، فعايز انجح، يا ريت ابقى خير سفير، نفسي انجح علشان يبقى نجاح للنادي الاهلي ويبقى نجاح ليا انا شخصيا. لكن انا بقول ان في الامارات المنظومه كويسه يا محمد، المنظومه من اول المدير التنفيذي، من اول عايد مبخوت، الكابتن عايد مبخوت، الكابتن خلفان، الكابتن عامر، الدكتور رجائي، وائل السيسي، مدربين مصريين موجودين على فكره، وليد زايد، في مدربين كتير موجودين هناك، طلعت كابتن فرج، كل دول مدربين وكل دول ناس، انت عارف يا محمد هم هناك تمام، المنظومه تبقى كلكم ايد واحده
متكاتفه وده كان موجود عندنا في النادي الاهلي اكيد، ومستمرين رب على كده ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. في ايجاز وسريع، ابرز النجوم او ولادك اللي كانوا مقتنعين في النادي الاهلي. انا هعد لك الاسامي كده، لا يعني هعدلك نفتكرهم بس. طب انا هعد لك المحترفين بس، بلاش اللي هم في مصر يعني، ويسامحوني ولاد اللي في مصر. ماشي. احنا عندنا كان عندنا رامي ربيعه، كان عندنا كهربا، كان عندنا النني، كان عندنا احمد سمير فرج، كان عندنا عمرو الحلواني، كان عندنا تريزيجيه، كان عندنا رمضان صبحي. دول بره مصر، لعبوا بره مصر. دول بره مصر في خمسه، مش في خمسه ناسيهم. احمد حسن كوكا، تمام، احمد حسن مكي، شريف اشرف، دول كانوا ولادي. كابتن بدر شرفتني ونورتني، ويا رب باذن الله يكون عندنا 10 او 15 و20 من اللعيبه دي خلال الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله موجودين في مصر، وكل التوفيق في الجزيره الامارات، ودايما كده نسعد بوجودك في بيتك في النادي الاهلي. حبيبي محمد، متشكر، سعيد بوجودي معاك. انا بشكرك ان انت استضفتني النهارده في بالعكس انت موجود في بيتك وفي ناديه. متشكر، نورتني وشرفتني، باذن الله تتكرر كثير خلال الفتره القادمه ان شاء الله. مشكور حبيبي، مشكور، شكرا جزيلا. مشكور. حلقه فنيه كانت مهمه جدا، بنستعيد ذكريات قطاع الناشئين مع كابتن بدر رجب والاسامي الكبيره اللي قالها، اللي كان بالتاكيد ليها دور مع النادي الاهلي ومع انديه اخرى، واحترفوا كمان ومثلوا مصر والنادي الاهلي في بطولات افريقيه ومع انديه اوروبيه خلال الفتره الماضيه، واطلاله فنيه على المنتخبات الافريقيه. قدر الامكان غطينا بعض العناصر او التفاصيل الصغيره، لكن فيها دروس مستفاده بعد البطوله. اعتقد لو عملنا كتيب على البطوله دي وطلعنا بالدروس المستفاده او بالعناصر احنا قلناها، هيبقى في حاجات مهمه جدا للمنتخبات الوطنيه سواء الاول او حتى الشباب الناشئين في المراحل القادمه. كل التوفيق لمنتخبنا. غدا ضربه البدايه في دور ال 16، بطوله ثانيه، مباريات ثانيه، شكل مختلف، لكن باذن الله يوم السبت نسعد كلنا مع منتخبنا الوطني بالتاهل الى الدور ربع النهائي والاستمرار حتى الادوار النهائيه، لان دايما هنكون مع منتخبنا حتى المباريات النهائيه وحمل كاس البطوله، كاس افريقيا ان شاء الله للامم مع منتخبنا الوطني في كان مصر 2019. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات قادمه اخرى من برنامج الاهلي الليله، والى اللقاء.